بعد 13 يوما على عملياتهم الغادرة بحق رجال الشرطة الذين استهدفوهم بالأسلحة الثقيلة على طريق الواحات، اقتصت القوات المسلحة ووزارة الداخلية لدماء الشهداء وقتلت كافة العناصر الإرهابية المشاركة في هذا العمل الإرهابي. الضربات القوية والناجحة للأجهزة الأمنية تؤكد تصميم مصر على خوض المعركة حتى نهاية ضد الإرهاب وداعميه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على زيارة النقيب محمد الحايس عقب النجاح في تحريره من قبضة الإرهابيين. مصر لا تنسى أبنائها. بتلك الكلمات لخص الرئيس عبد الفتاح السيسي العقيدة القتالية للقوات المسلحة والشرطة في الثأر لدماء شهداء الوطن وإن طال زمن. فلم تمر سوى أيام معدودة على حادث الواحات الإرهابية حتى اقتصت الدولة لدماء أبنائها التي سالت فداء للوطن وللحفاظ على ترابه في وجه قوى الشر والتطرف ودعمه، حيث دك نسور الجو المنطقة الصحراوية غربي الفيوم فوق رؤوس الإرهابيين الذين نفذوا عملية الواحات الغادرة بحق رجال الشرطة. ولم يغمض رجال القوات المسلحة والشرطة جفن حتى قضوا على كافة العناصر الإرهابية المشاركة في تلك العملية الجبانة، بل واستطاعوا في عملية نوعية تدرس في كتب العسكرية العالمية تحرير النقيب محمد الحايس من أيدي الإرهابيين الذين اختطفوه حينما هاجموا بكل أنواع الأسلحة الثقيلة رجال الشرطة في صحراء الواحات في 20 من الشهر الماضي، والعودة بالنقيب الحايس سالما إلى إحدى المستشفيات العسكرية ليعالج مما أصابه من أذى على أيدي من لا يعرفون دينا أو وطن. وعقب الثأر ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مستشفى الجلاء العسكرية يشد على يد البطل الحايس ويؤكد وقوف الشعب خلف قواته المسلحة وشرطته الوطنية في حربها العادلة ضد الإرهاب حتى اكتساز جذوره مهما يكن الثمن، مرسلا رسالة تقدير وعزاز لرجال الشرطة والجيش وتضحيات في سبيل الوطن التي تسجل بحروف من نور في تاريخ مصر.